الاستديو يتوجه عليه فهم الأجهزة لأنه مسؤول على صيانتها وتجهيزها في استديو الأخبار. ويمكن تعرفون المذيع محمد القحطاني، مذيع أخبار في الكويت القديم أيام الغزو، هو اللي كان في إذاعة الكويت الشرقية، وكان هو وكيل قطاع الأخبار الذي يقدم على الأوربت أوراق خليجية. إذا شفتوه اللي كان أول ما يطلع سفر الذا هو دائما مقترن بالأحداث، محمد القحطاني ومحمد الله يذكره بالخير، كان هو وكيل وزارة مساعد لقطاع الأخبار الله يذكره بالخير، وأحد الناس اللي ما أنسى فضله بعد الله سبحانه وتعالى، أتاح لي مجال وأتاح لي فرصة ولا علمني في قصة وجودي معاه كمذيع إلا تتوقعون متى؟ بعد 14 سنة علمني شنو قصة دخولي إلى عالم التقديم. وين علمني؟ علمني وأنا أجري له لقاء في تلفزيون الوطن أنا مستضيفة، هنا علمني وعلمني على الهواء كيف كانت. أنا أذكر أنه في حادثة بس ما عندي تفاصيلها. المهم من جهاز لجهاز من جهاز لجهاز من جهاز لجهاز عرفت كل الأجهزة. في يوم من الأيام كنا في رمضان وجانا خبر عاجل في رمضان، كان 2003، مقتل حسين كامل اللي هو أحد صدام صهر صدام حسين قتل، فقالوا خبر عاجل. أنا مهجز حق الجماعة كوني مسؤول الاستديو، روح أنت تسحب، روح أنت بيتهلك وأنا معامل فيها مديك. طبوا علي خبر عاجل، وين الفنيين؟ وين الفنيين؟ ما من أحد. رئيس التحرير مع المذيع مع فني الفيديو الدبرة، قلت ما عليك كل شيء، انزل يا مذيع محمد الخشمان الله يذكره بالخير. انزل، نزل، حطيت له كاميرا، ثبت له من زود الرهاء كاميرا ثانية، وصعد وفتحت له الإضاءة وضبط له السيسيو مال الصورة وفتحت له فيدر الصوت وضبط كل شيء في الاستديو، وجلست مكان المخرج. جهاز التنفيذ عندي التحويل الإلكتروني يسمونه، وأكلم الماستر 160 جاهز، هذا اللي بيطلعك هواء اللي يفصل بين قطع الأخبار. هذا قال لي بعدين، قلت ما عليك، وأنا أنا أتحمل المسؤولية. جاهز 160، كان يقول لي الرئيس التحرير حط اللوب مال الموجز. قلت لا إن حطيت لوب الموجز يعتقدون الناس إنه موجز، خلها بوم يطلع الشكل فجأة خبر عاجل، يا يعني يا مخرج يعني اللي فاهم العمل الإعلامي. الوكال جاهز 160، قال جاهز، اقطع محمد لك قرا الخبر، خبر عادي. قلت كرر الخبر، بعد كرر عشان تأكيد. سلمنا 160 جاهز، سلمنا. عندنا تليفون في الاستديو حق الطوارئ، هذا التليفون الله يسلمك. ايش يسوون فيه؟ هذا ما له، هو فرع بس ما له، بس استقبال. عرفت؟ رن، الو شلنا، هلا، من؟ قال انت منو؟ قلت انت منو؟ اي، قال انت منو؟ قلت انا بركات. قال انت منو؟ قال انا محمد القحطاني وكيل قطاع. قلت حياك الله على محمد. قال وين؟ عطني المخرج. ما المخرج؟ مو موجود. طيب عطني مسؤول المساعد، مو موجود. عطني مدير الانتاج، مو موجود. موجود من عندك؟ قلت عندي رئيس تحرير وسام رشيد، اخ من جمهوريه مصر العربيه. قال عطني يعني. الو اشوف، والله يا باشا انا ما اعرف، هو بس هذا هو اللي موجود. الو عطني. قال انت اللي اخرجت فيه، انت اللي عمال. ومن سمح لك؟ وين ربعك؟ قلت ربعي طلعوا تسحروا. من سمح ربعك يطلعون؟ قلت بعد انا سمحت. قال انت؟ قال لي باكر الساعة 11 عندي بالمكتب، مسكر بوجهي الله يذكره بالخير. الساعة 11 رحت ولا مدير التحرير الكبرى، مدير إدارة التحرير الإخباري، مستنيني قبل الأخت عالية الله يذكره بالخير. قالت لي أنت شو مسوي؟ الرجال داخل طاير عليك، شو مسوي؟ قلت والله ما سويت شيء. ناس راحوا تسحرون وأنا انقذت الموقف، مو اللي قال يروحوا، لا، ناس راحوا وأنا انقذت الموقف.
قالت الله المستعان ادخل. وهو من النوع اللي عصبي جدا جدا عصبي يعني ما هو وسيريوس يعني. فدخلت عليه السلام عليكم قال عليكم السلام. جيت اقدم اتقعد خليك واقف انقعد وقفت. قال لي ممكن تقولي باي صفه وباي صلاحيه انت تصرف طاقم كامل؟ تلفزيون ابوك، وزاره اهلك، هذا وزاره تلفزيون دوله، هذا قطاع ناطق باسم الدوله. ما تقول لي انت شنو يصير لو يصير مصيبه، انت ايش تقدر تسوي؟ وحنا في فتره حرجه كانت 2003 قمه الحرب الاعلاميه بين النظام العراقي السابق وبين الحكومه الكويتيه اذا تتذكرون في 2003 قبل حرب تحرير العراق اللي ما يسمى بحرب تحرير العراق 2002 2003. فكانت يعني الصراع صراع بدايه الجزيره وهيبه الجزيره علينا وما الى اخره وما يفوتنا ان شاء الله. الوكاد قال لي لا، فكان هو معاه حق يعني انت تصرفت بنيه صادقه ولكن الوضع اللي اكبر اللي انت مو واعي له ولا متحمله. وكان اول درس اخذه في حياتي درس صادق عن اهميه المسؤوليه التي تقع على عاتقك اعلاميا وتفكيرك بمسؤوليه اكبر في الاعلام. علمني درس من الحلال. والله قلت له انا على نيتي وهذا. قال لا، وانا اللي سمعت انك بعد تدرس اعلام تدرس اعلام او تدرس ما تعرف اخلاقيات ومسؤوليات العمل الاعلامي وما علاقه ان نبني وان نبني جدا يومها. ولكن والله ما زعلت منه. وانا واقف يقول اقعد. قعدت. قال اسمع يا ولدي باين عليك نشر. انا ما انكر ان اللي شفته شغل محترف في الاخراج والنقلات والفيديو وما الى اخره، والله ولا ظنيت انه ما في احد. بس لما عرفت انصدمت زياده لانه هذه مسؤوليه لا تتحملها انت. هذه حكومه ودوله وكيان ولسان ناطق باسم الدوله ما تتحكم فيها. وبمزاجيه روح يا فلان وارجع يا فلان. قلت له انا اسف واعتذر وهذا درس تعلمته واوعدك انك ما راح تشوف شيء ثاني، واذا في عقاب اخر انا اتحمل مسؤوليتي ما عملت. وكل شجع ان اتحمل مسؤوليات خصم اي شيء انا حاضر. قال ما اقول للعافيه توكل على ولدي ودير بالك على نفسك. وطلعت مشيت رحت عند مديره التحرير لقيتها ماسكه التليفون تكلم. اوكي حاضر تامر طال عمرك. تامر سكر التليفون كان يقول لي خذيت مصيبه. قلت له انا ما كنت واعي للموضوع. قالت لي يلا احمد ربك اللي ما سوى لك شيء، احمد ربك اللي ما يعني عاقبك يا فاطمه. عموما ترى الرجال صار لك مكافاه 150 دينار. لا عقب كل هذا صرف لك مكافاه 150 دينار. قلت الله يجزاه خير. علقت في ذهن هذا الرجل. نزل مره من المرات نشرة اخبار وكان مصدر تعميم. الوديع اللي ما ينزل في ايربيس السماعه ما يقرا. من الاشياء يعني. فجيت قلت له سماعتك، هو انا مدير الاستديو. قلت له سماعتك عقب هالسالفه. قال ما عندي سماعه. قلت له لو سمحت ما اقدر اخليك تجلس على الكرسي وما عندك سماعه. ليه؟ قلت انت مصدر تعميم اللي ما عنده سماعه يطلع برا. انت الان موكل قطاع انت امامي مدير. اطلب. التفت على بدر بلاج الله يذكره بالخير المطيري قال له يا بدر فضنا من هالشمري. عطنا سماعه. جابوا له سماعه. فصارت علاقة وطيدة بيني وبينه. وهو حطاني الناس مشمر بعد. الحمد لله. كل ما سوى اقول ترى نسحبها منك الحين. الله يذكره بالخير. شوف العلاقة الجميلة من هالنوع انه هذا استاذ لي علمني الى هذه اللحظة. انا الحين ولده يدرس عندي. سبحان الله ولده فيصل يدرس عندي الان. بس عرفت؟ الوكالة قالوا نبي نطور في قطاع الاخبار، نبي نشرات متخصصه اذاعه اقتصاد ورياضه. قلنا ممتاز. جاني الزملاء قال لي ايش رايك انت مخرج اعلام ليه ما تقدم؟ قلت يا رجال وين بيقبلوني؟ قال انا اقدم. كان ينادي ماجد الشرطي قال يا ابو ابراهيم مدير المذيعين كان يا ابو ابراهيم ترى هذا خريج بس وشكله حلو ينفعكم. قال والله سووا تيست. سوينا تيست الربع اللي معي في الاستديو مجتهدين دافعين يدعمون خويهم. يلا يا بركات ما عليك احنا عقب النشره نسوي لك ونسوي لك البس 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 ولا بس واطلع واقرا نشره وياخذون التيست ويودونه لك اشرف.
شافوا عرضوه على الأجنة. ها قالوا ما في مسيح. قلت ما عليه. أربع أيام ويجيني مكتب محمد قال تعال ها واحد في مكتب محمد. قال لي أبو محمد يقول لك الأسبوع جاي يصير تيست ثاني. قلت يا أبو خلصوا. قال لا ما عليك سوي. وأسوي تيست وراه الأسبوع اللي وراه. تيست يعني بين التيست هذا وهذا ثمان أيام تسعة أيام. اختبار آخر. سوي اختبار آخر يأخذونه. بعد الاختبار بأربع أيام أنا نازل هواء. على الهواء نازل. راحت الايام جت الايام هذا اول ما بديت فيه بعدين انتقلت الى برامج بعدين انتقلت من تلفزيون الكويت عملت عمل مع ام بي سي من عقب ام بي سي عملت في روتانا اسسنا روتانا الخليجيه كان في 2004 مع مجموعه من الزملاء الله يذكرهم بالخير والاخ تركي شبانة وقتها اسسنا روتانا الخليجيه جلست معاهم اربع سنوات تقريبا في بيروت انطلقت في برنامج يا هلا واللي هو البرنامج الأول اللي أنا قدمته في يمكن تذكرونه برنامجي على 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 روتانا الخليجية بس أيامي مو الآن يعني في 2005 انطلقنا 5/5/2005 والساعة 5 ويوم الخميس وكانت القناة 5 روتانا هم وقتينها هم